مشاهدينا اهلا بكم وجوله صحفيه جديده مع ابرز ما جاءت به الصحف المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم من عناوين ومقالات للراي. نبدا هذه الجوله بصحيفه الاهرام والتي كتبت في عناوينها: الرئيس يشهد اليوم الاحتفال بعيد العمال وميثاق شرف عمالي يؤكد رفض الاضراب والالتزام بالحوار الاجتماعي. رئيس القابضه للمياه الطلمبات الحبشيه وراء تسمم الشرقيه. قمة مصرية يونانية قبرصية في نيقوسيا بعد غد. تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في جميع المجالات خاصة الطاقة وظاهرتي التطرف والإرهاب بالإضافة إلى ترسيم الحدود البحرية. من جانبها كتبت صحيفة الجمهورية: العمال يتعهدون للسيسي في عيدهم، لا إضرابات بعد اليوم، ملتزمون بالحوار ونرفض تسييس العمل النقابي. انتشل الفوسفات وبقيت الشائعات، تحليل مياه الشرقية في معامل سيادية. الري: اليورانيوم أكذوبة وتسمم الإسكندرانية فبركة. شفاء 753 حالة ولا إصابات جديدة. تحرير ميدان رمسيس من الباعة الجائلين وإزالة 350 طن من مخالفات الباعة بعد إخلاء الميدان. من صحيفة الأخبار نطالع: يوم الإهمال، انهيار كوبري بالدقهلية وغرق ثلاث سيارات نقل بالرشاح، اصطدام مترو العباسية بالحواجز الحديدية وإصابة السائق، حريق بعربة قطار في رمسيس وانقلاب أتوبيس بالشرقية. المدفعية والF-16 تقتل 17 تكفيريا بالعريش ورفح والشيخ زويد، والقبض على فلسطينيين من حماس وثلاثة من قيادات بيت المقدس. طرح أسهم مشروعات الكهرباء الجديدة للاكتتاب العام قريبا. أما صحيفة المصري اليوم فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: الدولة تحرر رمسيس وغضب بين الباعة الجائلين بعد نقلهم وخدمات أمنية لمنع عودتهم. الجماعات الإرهابية تواصل استهداف أبراج الاتصالات والكهرباء. ضبط خلية ببورسعيد واستهداف شرطة الفيوم. تطبيق الزيادة الثانية في أسعار الكهرباء أول يوليو والتي تصل فيها الزيادة المقررة على محدود الدخل إلى نحو 20% إلى 25% على الفئة المتوسطة. ننتقل إلى مقالات الصحف المحلية، وفي عموده بدون تردد في صحيفة الأخبار قال الكاتب محمد بركات: إن جميع أحداث التاريخ القديم والمعاصر تؤكد أن سيناء التي تعيش هذه الأيام حربا ضد الإرهاب كانت وستظل دائما هي المدخل والمعبر لمصر وخط الدفاع الأول عن الوطن. يقول الكاتب: سيناء المدخل والمعبر لمصر وخط الدفاع الأول عن الوطن، تعيش هذه الأيام حربا ضد جماعات الإرهاب وعصابات التكفير الساعية لنشر الفوضى والعنف في ربوع البلاد. وإذا كنا قد احتفلنا بالذكرى الأولى 33 لعيد تحرير سيناء، فإن احتفالنا الحقيقي بعودة سيناء يجب أن يكون في اليوم الذي نطحر فيه قوى الشر والظلام والإرهاب التي نواجهها اليوم في سيناء الحبيبة بوابة مصر الشرقية. هذا الاحتفال سيكتمل بإذن الله حينما يتم تنفيذ الخطة القومية لتعمير سيناء وتصبح واقعا قائما على الأرض. وفي رأي صحيفة الأهرام وبمناسبة الاحتفال بعيد العمال نطالع مقالا بعنوان: العمال وإعادة بناء الوطن. يتحدث فيه الكاتب عن العمال وميثاق الشرف العمالي الجديد والذي جاء ليؤكد على أن عمال مصر في طليعة فئات المجتمع احتراما للقانون بعيدا عن الانحياز السياسي والديني. مع الاحتفال الرسمي بعيد العمال اليوم يكتسب الحديث عن دور العمال في إعادة بناء الوطن بعدا جديدا بعد طرح الاتحاد ميثاق الشرف العمالي. إن هذا الميثاق جاء تأكيدا على أن عمال مصر في طليعة فئات المجتمع احتراما للقانون وبعيدا عن الانحياز السياسي والديني، وإدراكا لأن تحقيق مصالح العمال لا يتم إلا في ظل الاستقرار والسلام الاجتماعي. إن لعمال مصر أدوار كثيرة يسهمون بها في عملية البناء والتنمية، ومن الحفاظ على مصانعهم وشركاتهم إلى المساعدة في تشغيل المشروعات المتعثرة والتعاون مع الحكومة للوصول إلى أنسب السبل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نتحول إلى الصحف العربية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية والتي ألقت الضوء على الأزمة اليمنية، وكتبت عبد الله صالح: في مأزق، الحكومة تهدده بكشف علاقته مع القاعدة، والمتمردون يحاصرون منزل صالح ونجله ويخططون لإجراء انتخابات. أردوغان يدعو إلى حوار سياسي شامل وتأسيس مناخ للاستقرار في اليمن. أنباء عن أسر قيادي حوثي في مأرب وتزايد الانشقاقات في صفوف المتمردين. نتابع من صحيفة الحياة اللندنية: المعارضة السورية تشدد الخناق على بشار الأسد وتتحدث عن واقع سياسي جديد في سوريا. حيدر العبادي يوافق على عودة ضباط سابقين وفتح قاعدة الخبانية لاستقبال المتطوعين للقضاء على داعش. الخرطوم تتهم بعثة يوناميد التابعة للأمم المتحدة بقتل مدنيين. وجاءت أبرز منشطات صحيفة القدس العربي كالتالي: تنظيم داعش يفجر مبنى كلية المعارف الأهلية بالكامل في مدينة الرمادي العراقية. الوحدات الكردية والجيش السوري الحر يستعيدون قرى في عين العرب كوباني من تنظيم داعش. حرس الحدود العراقي يحبط هجوما على منطقة قريبة من الحدود مع السعودية. نتحول إلى الصحف الكويتية ونقرأ من صحيفة القبس: التحالف العربي يقصف صنعاء وسفن تقصف عدن. تقهقر الانقلابيين في مأرب وخسائر فادحة في تعز. الجيش الإسرائيلي يقتل 4 مسلحين حاولوا زرع متفجرات في الجولان. 9 قتلى بتفجير 3 مفخخات في بغداد ومحيطها. إنزال جوي للقوات العراقية لتحرير الأنبار من مسلحي تنظيم داعش. نتحول إلى مقالات الرأي. صحيفة الشرق القطرية ألقت الضوء على النجاحات الكبيرة التي أحرزتها المعارضة السورية المسلحة على عدة جبهات في مواجهة نظام بشار الأسد، وكتبت مقالا بعنوان: سوريا حوار في الميدان. وقالت فيه: إن نجاح المعارضة السورية ضد بشار الأسد وحلفائه من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران وحزب الله اللبناني بدأت تشكل نقطة تحول جديدة في الحرب الدموية المستمرة منذ 4 سنوات والتي ظل يشنها الأسد على الشعب الأعزل، ما تسبب في مقتل وتشريد الآلاف من السوريين تحت سمع وبصر المجتمع الدولي المتخاذل، وهو ما سيكون له انعكاساته الإيجابية على طاولة المفاوضات والتي دعا إليها مبعوث الأمم المتحدة. الحرب على داعش والحلقة المفقودة عنوان مقال نطالع تفاصيله من صحيفة الغد الأردنية، والتي قالت إن الحرب التي تشنها الحكومة العراقية بدعم من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تبدو صعبة جدا، حيث أن التخبط هو سيد الموقف ولم يتم تسجيل أي تقدم جوهري. وأضافت: رغم تحقيق اختراقات عراقية في الحرب ضد داعش في تكريت وغيرها، فإن التنظيم ومع كل ما تعرضت له مواقعه من قصف جوي خلال حملة التحالف الدولي، ما زال التنظيم قادرا على تحقيق إنجازات مهمة على الأرض، خاصة بعد سيطرته على منطقة الثرثار الاستراتيجية وتكبيد الجيش العراقي خسائر فادحة في الأرواح. فالانتصار على داعش يحتاج إلى حل جذور الأزمة السياسية والطائفية في العراق لتكفيف منابع البيئة الحاضنة لهذا التنظيم، وهذه هي الحلقة المفقودة في المعركة ضد داعش. نتحول إلى الصحف العالمية التي أولت اهتماما خاصا بزلزال نيبال المدمر، ونقرأ من صحيفة نيويورك تايمز: توابع الزلزال تهز نيبال وعدد القتلى يفوق 3400 شخص. السكان يبحثون عن السلامة وسط ركام المنازل والمعابد. تصاعد المخاوف من تفشي الأوبئة والأمراض نتيجة لانتشار جثث آلاف الضحايا. نتحول إلى جريدة جيروزلم بوست الإسرائيلية ونقرأ منها: تقارير تشير إلى قيام إسرائيل بضرب منطقة القلمون شمال العاصمة السورية دمشق تزعم تبعيتها لحزب الله الموالي للرئيس السوري بشار الأسد. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الأمريكي على هامش مؤتمر حظر السلاح النووي اليوم في محاولة جديدة لإحراز تقدم في المحادثات بشأن اتفاق نووي طويل الأجل. أما جريدة لوموند الفرنسية فقد ألقت الضوء على تطورات الأزمة اليمنية، وكتبت: غارات التحالف تتواصل على الأراضي اليمنية، والغارات تستهدف
قواعد الحوثيين في عدن وصنعاء، والأمم المتحدة تعين الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثا خاصا لليمن خلفا لجمال بن عمر الذي استقال من منصبه. نتابع قراءتنا من جريدة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، والتي كتبت: العراق يعلن عن تقدم حثيث في عملية استرجاع الأنبار، احتجاجات فريدي غراي تكشف عن تغيرات بالمجتمع الأمريكي، المتظاهرون يطالبون بتغيير النظرة العنصرية للمجتمع لا سيما بعد مقتل شاب أسود على يد شرطي ببولتيمور. افتتاحية صحيفة ديلي تيليجراف تطرقت إلى أن الزلزال الذي ضرب نيبال كان متوقعا، وقد شهدت العاصمة كاتماندو الأسبوع الماضي اجتماعا دوليا بحث كيفية التعامل مع الزلازل، إلا أن القدر لم يمهل المسؤولين اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وتحت عنوان زلزال نيبال لم يكن مفاجأة قالت الصحيفة: بالرغم من أن زلزال نيبال الذي راح ضحيته 2500 شخص وتسبب في دمار هائل في البلاد ونزوح مئات الآلاف كان متوقعا نظرا لتعدد الزلزال الذي شهدتها المناطق خلال العقدين الماضيين، إلا أن الحكومة لم تتخذ إجراءات وقائية للحد من أثاره المدمرة. لقد ساعد الحظ عددا قليلا من الأشخاص على منحدرات جبل إيفرست، لكنه تخلى عن الغالبية، والنتيجة أن نيبال باتت بحاجة لمساعدة دولية في التعامل مع هذه القضية. فإن لم يكن بالإمكان منع الزلازل فيمكن الحد من عدد الضحايا. صحيفة إنديبندنت البريطانية حذرت من تنامي حظر تنظيم داعش برغم من التقارير الدولية التي تشير إلى تقلص توسعاته. وأشارت الصحيفة إلى أن التنظيم بدأ في الانتشار بمناطق جديدة لم تكن يوما تحت سيطرته، وتحت عنوان بوكو حرام تعيد تسميتها قالت الصحيفة: التنظيم المسلح المسمى بداعش اكتسب موطئ قدم جديد خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد أن أطلقت جماعة بوكو حرام النيجيرية على نفسها اسم ولاية الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا. فبعد تعهد زعيم الجماعة أبو بكر شيكاو بالولاء لداعش الشهر الماضي، بدأ وكأنه يواصل الانتشار تحت مسميات جديدة مما يعزز من قدراته العسكرية، لذا فعل الغرب أن يتحلى بالمزيد من الحذر. مشاهدينا، وهذه وقفة مع الرسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم. كانت هذه جولة مفصلة لأهم ما ورد في الصحف المحلية والعربية والعالمية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.